السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا أولاد بكم الورك بوك بتاعي. هنفتح الورك بوك صفحة 13 13 ويبدأ حل معانا. أول تمرين بيقول لي listen to the story, it's رمضان on pages 19-20. اسمع القصة بتاعت رمضان complete وأكمل. طيب هو هنا قال لي يا ولاد، ها قال لي ايه يا ولاد؟ قال لي رمضان started. يبقى هنكتب هنا ايه؟ الستي واضحة زي الشمس. ايه هنكتب ايه الستي؟ ها today plus everyone fastes in Ramadan، وكل وجميع الأشخاص وكل ها يصومون في شهر رمضان. People don't eat. eat يبقى هنكتب هنا ايه؟ اكيد هنكتب حرف اي، احنا سمعناه وكتبناه، لكن فعل eat بيجي بعديه ايه وبعد كده ايه. or drink in the day يبقى هنكتب اي واي. ايه يا ولاد؟ واي. they eat and drink دور يبقى دي ايه؟ دي ار واضحة زي الشمس. دي ار. طيب before dawn and after sunset الناس لا تأكل او تشرب في اليوم، هم يأكلون ويشربون قبل الغروب قبل الفجر وبعد غروب الشمس. In Ramadan, people give zakat and read Quran. They did any حرفين؟ ها؟ التي ولتش. اكتبوا رايا يلا. They go to the mosque and pray. Per يبقى B A B R تراويح. يذهبوا إلى المسجد ويصلوا التراويح. تمرين سهل أهو، حللناه مع بعض بكل سهولة. طيب التمرين اللي بعده يقول لي read and write، اقرأ واكتب. هنقرأ القصة تاني وهنكتب. Sunday في يوم الأحد، ها we pray at the، نحن نصلي في الإيه؟ ها مسك المسجد. يبقى هنكتب كلمة مسك. أدي المسجد أهو M O S Q ها U E، نعمل فول ستوب نقطة. يوم Monday في يوم الاثنين، ها we visit our إيه؟ ها we visit our، نزور مين؟ cousins أعمامنا وأخوالنا. يبقى هنكتبها متنساش تعمل full stop. Tuesday في يوم الثلاثاء، ها we go out with our، نحن نخرج مع مين؟ ها family عائلتنا. ممكن اقول له and friends، يبقى family and friends العائلة والأصدقاء. هنكتب هنا and friends العائلة والايه يا ولاد؟ والأصدقاء، عائلتنا وأصدقاء. طيب احنا هنعمل بعد كده التمرين اللي بعده. هنا الثيرد يعني الثالث، سكند الثاني، فيرست الأول، كازنس. ها بيقول لي on the first day of Eid في اليوم الأول من العيد we pray at the mosque، نحن نصلي في المسجد. طب on the not day of Eid هنحط بقى هنا سكند، هنكتب سكند وهنشطبها S E
سي او ان دي اون ذا سكند داي اوف ايه، في اليوم الثاني من العيد بنعمل ايه؟ ها وي ها نقول له كده ايه؟ نقول ايه؟ وي فيزيت مزور اور ايه؟ مزور عمنا واخوانا اللي هي الكلمة دي كازنز. طيب on the third day نكتب دي في اليوم الثالث، on the third day of Eid we not ها we go out، ما هي go out مكتوبة اهي، go out نكتبها هنا we go out، وكمان هنكتب دي with our، اكتبها تاني تحت with our family مع عائلتنا، نكتبها ونشطب عليها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.